السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الثانية بكالوريا علوم اقتصادية، اليوم إن شاء الله غنشوفوا واحد الدرس ديال ليكونومي اي اورغانيزاسيون ادمينستراتيف دو لونتربريز، اللي هو لي زونجو دو لا جي ار اش، يعني تحديات ديال تدبير الموارد البشرية. الوغ كيما كنعرفوا ان لونتربريز ايل ايفولي دون ان انفيرونمون انستابل تيربيلون ديناميك انسيرتان، اللي فيه واحد لا كونكورونس انتنسيف، فيه لي ميتاسيون تكنولوجيك رابيد، يعني التحولات التكنولوجيه كبيره، فيه لي كريز فينونسيير كي سو ترانسميت. هنا لونتربريز امام واحد التحدي ديال لا كومبيتيتيفيتي، التنافسيه. باش تكون واحد لونتربريز منافسه خاصها تهتم بالعنصر البشري، وهذا الشيء غيخليها يعني توضع قدامها واحد يعني واحد الميدان اللي هو لا جيستيون دي ريسورس هومان. Alors, شنو هما الاكراهات او التحديات ديال لا جيستيون دي ريسورس هومان؟ كما كنعرفوا ان لافيرونمون كيعرف مجموعه من التحولات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي الى اخره. اذا هاد التحولات عطاتنا لي زامبليكاسيون. Alors, من بين اهم التحولات عندنا لي شانجمون ايكونوميك، اللي فيها لا ماتوريتي دي مارشي، يعني المارشي سون دوفوني ماتور، يعني تسدوا لي مارشي، يعني ماشي اي برودوي يعني غادي يستهلكو لي كونسوماتور. الوغ البرودوي ديال لونتربريز خاصو يكون توفر على مجموعه ديال لي كاركتيرستيك اللي ما كاينينش في البرودوي ديال لي كونكورون. لانترناسيوناليزاسيون دو لا كونكورونس اي سون دورسيسمون، يعني لا كونكورونس ما بقاش فقط على المستوى المحلي، ولات على المستوى العالمي. اذا دخول سلع وخدمات اخرى من الخارج يعني كتوضع لو برودوي ناسيونال على المحك. الوغ شنو هما لي زامبليكاسيون ديال لي شانجمون ايكونوميك؟ لونتربريز هنا ايتانسيتي ا اتر بلو كومبيتيتيف، لونتربريز خاصها يعني تولي بلو كومبيتيتيف سور لو مارشي باغ لينوفاسيون. يعني اهم شيء غيخلي لونتربريز انها تولي بلو كومبيتيتيف سي لينوفاسيون او التجديد، لامليوراسيون دو لا كاليتي، تحسين الجوده de la production, la qualité de la production, la flexibilité. Donc, il y a des implications de les changements économiques. Maintenant, les changements sociaux, les changements sociaux. Alors, les salariés qui sont dans l'entreprise ont d'autres besoins. Donc, l'émergence de nouveaux besoins. Il y a des besoins, je dis, pour les salariés de l'entreprise. Et l'entreprise va essayer de satisfaire les besoins ديال لي سالاريي باش تعطي واحد التحفيز ديال لي سالاريي ديالها. دونك لا ساتيسفاكسيون ديال لي بيزوان نوفو دي سالاريي ايت اون سورس دو موتيفاسيون. سولا فا امبليكي كو لونتربريز ايت انسيتي، يعني سولا انسيتي لي زونتربريز ا بروندر كونسيونس، يعني لونتربريز هنا ولات مقتنعه بالدور ديال لو سالاريي في لونتربريز، لانه هو c'est un il est créateur, innovateur, productif s'il est responsabilisé et impliqué. يعني هنا العنصر البشري مبدع مخترع، يعني هو اللي كينتج، يعني هو اللي كيدير كل شيء. وبالتالي الى عطاتو دارت لي لونتربريز واحد لامبليكاسيون ولا عطاتو واحد لا موتيفاسيون من خلال لا ريبونس ا سي بيزوان، يعني غادي يعطي اكثر، وبالتالي لونتربريز هنا غتولي بلو كومبيتيتيف. كاينين لي شانجمون تكنولوجيك، تحولات التكنولوجيه. هنا واش لو سالاريي غادي يبقى جاهل يعني بالتغيرات التكنولوجيه؟ لا، السالاريي خصو يعني يحاول يرفع من الكفاءه ديالو من خلال التعرف على يعني هاد التكنولوجيا الجديده، بحال مثلا يعني لانفورماتيك باغ اكزومبل. دونك التحديات الاولى لي شانجمون تكنولوجيك عندنا l'automatisation, la robotisation, et nous avons l'automatisation, la robotisation et l'informatisation du système de production. Et il y a pas de système de production traditionnel. L'automatisation, la robotisation et l'informatisation du système de production. Elle cherche à créer l'entreprise un système de production bâchari, puis le changement technologique. Donc les changements technologiques ont imposé l'élévation des qualifications. L'entreprise s'est haut de refaire, mais le KFS dit le personnel dit là. Elle est plus compétitive.
هاد بيرسونيل يعني دو لا نيسيسيتي d'aménager le temps de travail, de réorganiser le travail, d'élargir le champ d'activité des salariés, d'établir un plan social. Donc, هادو مجموعة من التحديات قلنا عندنا les changements économiques, les changements sociaux et les changements technologiques. Donc, هاد الأسباب les entreprises considèrent que le facteur humain est la source de compétitivité pour le mobiliser autour de cet objectif. يعني باش توصل لونتربريز لا كومبيتيتيفيتي خاصها تهتم بالعنصر البشري وتحاول توضع راه الاشاره ديالها باش تحقق هذا الهدف. خاصها تحاول انها تعطي قيمه تحفزه، وهنا كتظهر الاهميه ديال لا جيستيون دي ريسورس هومان. دونك هذا كان واحد المدخل ديال لا جيستيون دي ريسورس هومان. ترقبوا ان شاء الله الدروس ديال لا جيستيون دي ريسورس هومان في الحلقات المقبله. إلى عجبتكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو افيك فوزامي، شاركوا في القناة وديروا لايك باش توصلوا دائما بجد ديالنا، وكنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.